مع إطلالة الذكرى الجديدة للثورة، يخوض البحرانيون الميادين كلها، يغرسون صور القادة في الجدران وفي السماء، وإشاراتهم تلوح إلى ميقات يوم حاسم. الثورة وقياداتها حسموا موقفهم الرافض للجلوس مع النظام الحاكم، الذي يؤكدون أنه لم يوقف القتل والاختطاف وترويع الأهالي بالمدرعات والطائرات. واصل المتظاهرون تظاهراتهم المطالبة بإسقاط النظام، وشهدت المناطق ومن بينها العاصمة المنامة خروج مسيرات غاضبة، فيما رفعت أعمدة الدخان في شوارع رئيسية تمهيدا لعصيان العزة الذي سيكون على رأس قائمة البرامج الثورية في ذكرى الثورة. شهود عيان قالوا أن قوات النظام قمعت المتظاهرين بوحشية واستعانت بالطائرات العمودية، وقد استمرت في شن المداهمات والاعتقالات في عالي وكرزكان وسترة وغيرها، وذلك في مسعى لإثارة الرعب وتخويف المواطنين من المشاركة في الاحتجاجات التي يرى المراقبون بأنها أخذت وتيرة متصاعدة. ومن المتوقع أن تشهد الساحات في الأيام المقبلة سلسلة من العمليات المركزية والتجمعات الثورية، ويرى مراقبون بأن النظام لم يعد قادرا على تطويق الاحتجاجات الشعبية برغم وسائل الإرهاب والخداع التي يلجأ إليها وبدعم من حكومات المنطقة وبعض الدول الغربية.